السلام عليكم واش الخوت، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وفي هذا الاكسبيرينس الجديده ان شاء الله. كما كتشوفوا الخوت راه الجو عالمي. مرحبا بكم اخوتي في الفيديو الجديد ديالنا، ما تنساوش تابونا في عندنا في لاشين وتفعل زر الجرس وتبارطاجي مع اخوتك وتابعونا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. ومرحبا بكم في قناه حامدان. خوذه هما المعلم اللي جبنا لهم اللي جبناهم اليوم. كاين فينا الرواح. كيما كتشوفوا الجرا والمولى ديالنا، وهنا كاين المفاجأة. جبنا معنا اللبن، هذا وقت ماشي ديال اللبن، ماشي مشكل. جبنا معنا الزيت العود والملحة. واليوم اخوتي انا في جوج مرات، ثاني مرة غنطيبو في البوطة. اخوتي في هاد البرد ما يمكن ليك تطيب بالحطب، حيت الحطب راه تيكون فازك فاش كطيح عليه الشريحة، يعني تيكون فازك بزاف، يعني ما يمكنش ليك طيب بالحطب، ضروري طيب بالبوطة. المهم هادشي اللي كاين، كاين البرد بزاف، كاين السميقلي. المهم اخوتي هاد الأكلة ديال اليوم راه صحية 100% ديال الركبة. كنصحكم بها وكنصحكم في هذا البرد تاكلوا بزاف هذه الاكله، راه صحيه. يعني المكونات ديال هذه الاكله طبيعيه 100%، يعني ماشي ديك الاكلات العصريين. المهم هذه الاكله قديمه بزاف. اول حاجه في هذه الاكله غادي نديروا الماء في الطنجره. هذه كتشوفوا راه طنجره قديمه، اللهم بارك، طنجره تعود لزمان لزماني الاجيال القديمه. غادي نغسلوها شوية وغادي نديرو فيها الماء. شوفو راه بارد، والله إلا بارد، ما تقدرش تشربو، خاصك تسخنو عاد تشربو، خصوصا في الليل كيما كطيح الجريح. عشا الله العافية، دابا العافية عصرية. درنا واحد المقدار، المهم تقريبا جوج جبانيات ديال الماء، تقريبا ديك الجبانيه الصغيره اللي تشربوا فيها الحريره. غنديروا دابا الماء، غنخليوه حتى يتغلى مليح وعاد نوريكم المفاجاه ديالنا. دابا الخوت كما كتشوفوا معنا واحد الجو ناضي رائع جدا، هو القمر بدا كيبان، اللهم بارك. تقريبا 13 هادي في الشهر مضوي، اللهم بارك، والسما حتى هي، يعني انك تقدر تمشى بالليل بلا ما تحتاج انك تشعل الضوء. بالمناسبة اخوتي راه هاد الاكلة اللي جينا لكم اليوم بها، يعني هاد الاكلة بالمناسبة كيسموها بتاقولا اختي، هاد الاكلة يعني 100% امازيغية، يعني هما الامازيغ اختار بزاف، هما اللي كيديروا بزاف هاد الاكله وخصوصا في ايام الشتاء. المهم تيجلسوا في الدار تجمع العائله كامله، تيجلسوا تيهرسوا الفلوز ولا تيديروا شي حاجه. المهم ولا اسطا كما كيسميوه، اسطا يعني دوك اللي كيصابوا به الزرابي. المهم الخوت دابا غادي نديروا البلبوله، بالمناسبه هذه سميتها البلبوله، يعني محليه الصنع، ماشي كنشريوها من عند مول الحانوت ولا هذا الشعير نيت، مطحون محليا وكيصيبوه هنا نيت. ها هو دابا الخوت ملي تغلى الماء كما كتشوفوا معنا، غادي نديرو جبانيه كبيره، يعني يلاه تقدنا هذه تقريبا ديال جوج الناس، ثلاثه ديال الناس. كديرها بحال الطريقة هذه وكتحركها مزيان، بحال هكايا صافي كتغطيها. يعني من بعد الخوت غادي نديرو الزيت، زيت الزيتون، غادي نديرو غير واحد شويه
صافي بركه. غادي نحركوها شويه بحال هكا، من بعد غادي نديرو الملحه حتى هي. ها هي الملحه، ديرها واحد شويه بركة. هاد الاكله راه صراحه ديال هاد البرد هذا، يعني هادي غادي تاكلها غادي تطلع لك درجه الحراره حتى 72 درجه. طوط خاصك تخليها حتى ينشف تقريبا داك الماء. الماء الخوط راه دابا طابت طابت تقولنا ديالها، ندخلو ليها دابا. بالمناسبة راه كاين اللي كياكلها كما هكا، وكاين اللي كياكلها يعني كيخلطها باللبن. ويمكن واحد كيفاش تيدير ليها هاد البرد. هاد الطريقة ديال الطياب ديالها تقريبا سهلة نيت بصح، سهلة بزاف، غير كدير الما تيتغلى مباشرة كديرها هي. في بعض المرات راه كتزيد ليها الماء زعما كتشوف، يعني ياك ماشي ناشفه بزاف كاع، ولكن اللهم تزيد ليها الماء، ولا حيت الا كان الا كثرتي ليها الماء راه ما تقدرش حيت ما تتشربش الماء بزاف. ايوا الخوت غادي ندير ليها الزيت العود كان اللي كيدير ليها داك السمن البلدي. ندير ليه شويه ديال الزيت العود كما كيسميو هاد البلاصه، يعني الدائره هادي كيسميوها بتورضه، يعني هادي ضروري تكون في تقول لا مهم ليه الشكل النهائيه ديالها. بسم الله. المهم الخوت دابا غادي نتعشاو، غادي ناكلو تقول لا ديالنا. مبارك معلقه حمد غياكل باليد ديالو، قال لك هو ما بغاش المعلقه. والله كدير بحال هكا بالزيت العود، كتهز من الوسط المعلقه بحال هكا وكدهنها. بسم الله. والله بنينا خوتي بنينا بزاف. يا بصح يا سلام. سيبا لا بنوي واعر الخوت إنا هنا. مازال غادي ندير لها اللبن. غادي ندير لها دابا اللبن البلدي كما كتشوفوا. الله جمل البقرة. بارك عليها من اللبن هاك الى خاصك مازال زيدو. يا سلام ما فيهاش اللي يجيب الزفاني. اللهم الحلقه هذه
هنا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. نستودعكم الله. سلام.